في التاسعة من عمره استدرج محمد شوتو من قريته إلى مدينة جايبور الهندية. تجار البشر كانوا قد وعدوا والديه بأنه سيحصل على وظيفة بأجر جيد. حينها بدأ الكابوس للبالغ من العمر الآن 20 عاما. فقد كان محبوسا لسنوات في مصنع، وكان مجبرا على العمل في صناعة مجوهرات مقلدة لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم، مجوهرات تباع في أوروبا، إلى أن أطلقت منظمة إغاثة سراحه. واليوم يعمل محمد شوتو بتوجيه من هذه المنظمة، ويحاول إنقاذ الأطفال من مصير مماثل لما عانى منه، على سبيل المثال من خلال توعية الأسر الفقيرة من مكائد تجار البشر. وفي الوقت الذي تقوم فيه الشرطة الهندية بمداهمات بحثاً عن الأطفال العاملين بشكل غير قانوني، تعتني منظمة المساعدة الهندية كايلاش ساتياريسي بهؤلاء الأطفال وتأويهم في أماكن أكثر أماناً، حيث يمكنهم الالتحاق بالمدارس وتعلم المهن. وحسب البيانات الرسمية يعمل في الهند حوالي 10 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 15 و14 عاماً، وهو الرقم الأعلى عالميا حسب اليونيسيف. ويتم شراء العديد من الأطفال من أسرهم في ظروف أشبه بالاستعباد. وقد ازداد الوضع سوءا بسبب جائحة كورونا، وبعد أن ترك العمال المهاجرين المراكز الصناعية في الهند خلال فترة الإغلاق التي استمرت لعدة أشهر، والتي تم فيها تهريب عدد كبير من الأطفال من ولايات فقيرة إلى المدن الكبرى وإجبارهم على العمل هناك.